السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الأول في الوحدة الثالثة، درس جمع البيانات وتنظيمها. جمع البيانات وتنظيمها، طبعا الكلام ده احنا أخدناه قبل كده، لكن أخدنا جمع البيانات وتنظيمها والعمليات عليها لما كانت البيانات عددها قليل، لكن لما كبرنا فبنتوسع في طرق جمع البيانات اللي عددها كبير جدا إلى حد ما، وبنتعرض لكيفية تنظيمها للحصول على أفضل تفسير واستنتاج للقرارات من هذه البيانات. طبعا احنا عارفين الإحصاء اللي بيتم كل فترة معينة، واللي بيتم فيه جمع كل البيانات شفهيا من رب الأسرة، وكان الكلام دوت متبع وما زال. طيب، نعلم سابقا كيفية تنظيم البيانات وجمعها في جداول تكرارية بسيطة. ده الكلام اللي احنا اخدناه قبل كده لما كان عدد البيانات قليل، كنا بنجمعها في جدول تكراري بسيط اللي كان بيتألف من ثلاث أعمدة: البيانات والعلامات والتكرارات. الكلام ده احنا اخدناه قبل كده، ولكن عندما يكون حجم البيانات كبيرا فإنه يجب تقسيم البيانات إلى عدد مناسب من المجموعات. عندي مصنع فيه 1000 عامل، بعض العمال رواتبهم في الساعة 60 جنيه، البعض الآخر راتبه 100 جنيه، البعض الآخر أقل أو أكتر. عدد البيانات كبير جدا، فيجب تقسيم البيانات إلى عدد مناسب من المجموعات وتحديد عدد المفردات التي تنتمي لكل مجموعة. ولعمل ذلك ولعمل ذلك فإننا نتبع الخطوات الموضحة في المثال التالي. فيما يلي درجات 54 طالبا في أحد فصول الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس التي حصلوا عليها في اختبار لمادة الرياضيات، حيث النهاية العظمى 60 درجة. طبعا زي ما انت شايف عدد البيانات إلى حد ما كبير، وفي نفس الوقت في فروق ما بين كل درجة والتانية، واحد جايب 42 درجة من 60، 54 درجة من 60، 36 درجة من 60، 25 درجة، 20 درجة، 37 درجة ونص، وهكذا. علشان أنظم البيانات ديت وتعامل معاها واستنتج القرارات اللي أنا هاخدها علشان أعرف النتيجة وهل النتيجة كويسة ولا غير مرضية وكيفية التعامل معها للتحسين وهكذا، كل ديت إجراءات أنا باخدها من تفسيري للبيانات اللي موجودة، وعلشان أفسرها لازم أنظمها الأول. فبيقول إيه؟ بيقول إن إحنا يجب أن نحدد أكبر قيمة وأصغر قيمة. خلي بالك من الخطوات اللي إحنا هنعملها، لأن هي ديت اللي إنت هتكررها في المسائل اللي بتكون مرتبطة بعدد بيانات كبير إلى حد ما. يبقى الخطوة الأولى نحدد أكبر قيمة وأصغر قيمة. طبعا أنت شايف إن أصغر قيمة موجودة عندي اللي هي 20، وأكبر قيمة موجودة عندي اللي هي 59. فعلا فعلا أصغر قيمة 20 وأكبر قيمة اللي هي 59. إيه اللي أنا هستفيده من أصغر قيمة وأكبر قيمة؟ ده الخطوة الثانية، إن المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة.
يبقى 59 ناقص العشرين بيساوي 39. ايه اللي انا هستفيده من المدى؟ انا عايز انظم البيانات ديت في صورة مجموعات واحدد عناصر كل مجموعة. عايز انظم الاربعة وخمسين الدرجات الاربعة وخمسين طالب في صورة مجموعات. طيب ايه اللي انا هستفيده من المدى؟ بيقول ان المدى نقسم البيانات الى عدد مناسب من مجموعات الدرجات، وليكن طول المجموعة اربعة، وبذلك يكون عدد المجموعات بيساوي المدى على طول المجموعة. خلي بالك، عدد المجموعات بيساوي المدى على طول المجموعة. طيب المدى 39، طول المجموعة اختياري. يعني ايه اختياري؟ يعني زي ما انت عايز. ممكن واحد يختار ان طول المجموعة اربعة، ممكن واحد يختار ان طول المجموعة خمسة، ممكن واحد يختار ان طول المجموعة عشرة. لكن طبعا كل ما كان المجموعة عدد المفردات بتاعتها قليل، كل ما كان في دقة وسهولة اكتر في تقسيم البيانات او تنظيم البيانات في صورة الجدول. طيب 39 على الاربعة، قول 40 تقريبا، 40 على الاربعة يبقى بتساوي 10 مجموعات. طيب هنبدأ ازاي؟ هنبدأ باصغر قيمة موجودة عندنا، اصغر قيمة اللي هي العشرين، واوصل لاكبر قيمة اللي هي 59. يبقى هنبدأ باصغر قيمة اللي هي العشرين. طيب يبقى 20، 21، 22، 23، لان طول المجموعة اربع مفردات فقط على حسب الاختيار اللي انت اخترته. انت اخترت ان تكون طول المجموعة اربع مفردات فقط. يبقى هبدأ من عند العشرين، يبقى عشرين، عد معايا، 21، 22، 23. طيب اللي مكتوب هنا ايه بقى؟ ايه بقى اللي مكتوب قدامي ده؟ المكتوب قدامي ان المجموعة الاولى من 20 الى اقل من الاربعة وعشرين. تاني، من العشرين الى اقل من الاربعة وعشرين. اللي اقل من الاربعة وعشرين اللي هي الثلاثة وعشرين. يبقى فعلا زي ما اتفقنا ان طول المجموعة اربعة، 20، 21، 22، 23، والثلاثة وعشرين اللي هي اقل من الاربعة وعشرين. طيب المجموعة الثانية من الاربعة وعشرين لاقل من الثمانية وعشرين. المجموعة الثالثة من 28 لاقل من ال 32، وهكذا وهكذا. يبقى انا ببدأ باصغر قيمة وانتهي باكبر قيمة. طيب بعد كده انظم الكلام ده هوت في جدول تفريغ المجموعات باستخدام العلامات. جدول تفريغ المجموعات باستخدام العلامات. طيب المجموعة الاولى من 20 الى 24. طيب من 20 لاقل من ال 24، لو انت بصيت هنا يبقى انا هدور في الجدول على الاربع مفردات دول، من ال 20 لاقل من ال 24. يعني هدور على 20، 21، 22، 23، من 20 لاقل من ال 24. ولما الاقي المفردة اللي تنتمي للمجموعة اعمل عليها خط، اشطب عليها بخط مائل علشان يبقى سهلة اني انتبه لما بعدها. طيب خلي بالك، من 20 لاقل من ال 24، من 20 لاقل من ال 24، من 20 لاقل من ال 24. ادي اول مفردة واحط عليها خط مائل علشان يبقى دليل ان انا اخدتها. من 20 لاقل من ال 24، من 20 لاقل من ال 24. خلي بالك، اقل من ال 24 يبقى دي مش موجوده معانا. من 20 لاقل من ال 24 يبقى مفرده واحده، يبقى مفرده واحده فعلا. من ال 20 لاقل من ال 24 مفرده واحده، علامه واحده، وادي التكرار واحد. طيب تعالى مثلا ناخد المجموعه ديت، من الاربعين لاقل من الاربعة واربعين، من الاربعين
لأقل من الأربعة وأربعين. خلي بالك معايا، من الأربعين لأقل من الأربعة وأربعين. واحد، من أربعين لأقل من الأربعة وأربعين. اتنين، من أربعين لأقل من الأربعة وأربعين. تلاتة، من أربعين لأقل من الأربعة وأربعين. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. يبقى كم مفردة؟ عشر مفردات. عشر مفردات فعلا، فعلا من الأربعين لأقل من الأربعة وأربعين عشر مفردات، وهكذا وهكذا. تعال ناخد آخر مجموعة، من ستة وخمسين لأقل من الستين، من ستة وخمسين لأقل من الستين، من ستة. طبعا العلامات اللي انت هتشطب بيها على الأعداد هتسهل لك قوي ان كل مجموعة تكون أسهل من اللي قبلها، كل مجموعة هتكون أسهل من اللي قبلها. من ستة وخمسين لأقل من الستين، من ستة وخمسين لأقل من الستين، واحد، من ستة وخمسين لأقل من الستين، اتنين، تلاتة، تعال نراجع كمان مرة، من ستة وخمسين لأقل من الستين، فعلا تلاتة، فعلا تلاتة، الكلام مظبوط فعلا، وهكذا. طيب بعد ما عملت أنا جدول تفريغ المجموعات، جدول تفريغ العلامات للمجموعات، بيقول لي وبشطب أو حذف عمود العلامات فإننا نحصل على الجدول التكراري ذي المجموعات، ويمكن كتابته رأسيا أو أفقيا. يبقى أنا هشطب على عمود العلامات أو أحذف عمود العلامات، هينتج عندي عمودين اتنين، وده اللي احنا بنقول عليه الجدول التكراري ذي المجموعات، وأقدر أكتبه بشكل رأسي أو بشكل أفقي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بشكل أفقي أو بشكل رأسي. طبعا كلنا بنفضل الشكل الأفقي لأنه ما بياخدش المساحة اللي بياخدها الجدول بالشكل الرأسي، وبيكون كل شغلنا عليه من 20 لأقل من الـ 24، من الـ 24 لأقل من الـ 28، كفاية الشرطة اللي موجودة عندنا هنا، وآدي جدول تفريغ أو الجدول التكراري ذي المجموعات. فأمان الله.